لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا. لا يا أروى لا. ما حلك ترجع؟ حبيبتي الحقيقة أنا نسيت لك إنه تركت لك رسالة بتمنى إنك تقريها بالإذن. آسف لأني سافرت بهالطريقة القاسية. مضطر لأتجنب لحظات الوداع. أنا رايح دور على الشغل اللي بده يرفعني لفوق، ورايح لأنقذك من حياتي اللي قتلتني، رايح لخليك تشتاقي لي، رايح لأرجع وترجعي تحبيني. رايح بعد ما كرهت حالي من العقد اللي حلت علي من صغري، ولا أرجع إنسان تاني بعقل جديد وقلب كبير بيقدر يساح حبك وطيبة قلبك. بحبك بحبك بحبك. لوين رايح؟ وما رح أقلك، لا أنتي ولا أهلي ولا كل العالم اللي بيحبوني وجرحوني. لا تدوروا علي، لأنه ما رح حدا يقدر يوصل لي أبداً. بحبك. زوجك المخلص يزن. يزن تفضل. هاي الصور. شكراً. أهلا وسهلا، شرفت. حبير ليه لشوف؟ شو عملتي مع عباس؟ هي فورا عرفت؟ الكل اتصل فيني، جيت ركض وقت عرفت. مين اتصل فيه؟ هلا شو بدك بهالحكي؟ ليش عملتي هيك مع هالمسكين؟ والله ما عملت معه شيء، هن سؤالي. معناته ضغطتي عليه مثل العادة. أنا؟ لا والله يا عمو، أنا جيت لقيته هون نايم على باب الاستوديو مثل الشحادين، على قولة رحمة اللي اتصلت فيني ونزعت لي مرائي بمزاجها المعكر، بيرضيك هذا الشيء؟ بتقومي بتعملي معه هيك؟ لك مو حرام عليكي؟ يا عمو أنا شو عملت معه؟ أنا سألته كم سؤال، شو ساوي أنا إذا هو حساس زيادة عن اللزوم؟
بز وما حدا احسن من حدا. يعني انا شو اعمل هلا؟ معقولة ما خبر حدا؟ معقولة ما قلت لهم انه راح؟ يلا هلا بيرجع لحاله. اروى لا تنسي تسكري الشباك، هلا بتاخدي برد. انا من شانك، يعني اذا عندك شويه مناعه إيه لا تصرفيها كلها بالوقفي على الشباك. إيه بدي شم هواء، انا بدي شم هواء. اهلين اهلين يا عباس، بس والله ما في داعي لهالصوت كله، يعني شرفي شرفي تفضلي عادي. انا جايتك من حرقة قلبي استاذ، لانه كبير القوم خادمه. روقي روقي يا ام عباس روقي. سادة وسط على راسي. وينو عباس؟ يا عباس هلا 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 بيجي. لا تقولي الا اجى عباس. ولا عباس عباس شبك متخبي؟ معلمك سلام من ساعة طلع لفوق. اخي انت شو بدك فيني؟ جيلي من جيلك شي؟ لا 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 يا عباس، لك ليش هيك عم تحكي معي؟ انا مثل اخوك الكبير. اخي انا ما عندي اخوات اكبر مني. ايه والله حقك، وعلى فكرة أنا ما عندي إخوة أصغر مني. قوم قوم شكلك مو على بعضك، قوم قوم تعال نحكي كلمتين على رواق. قوم. إيه بقوم. شو عليه؟ لك أنا ما بحبك يا بغل، لك أنا ما بحبك. قوم انقلع برات البيت، قوم انقلع برات البيت. قام انقلعه لهلأ ما رجع. الله يسامحك الله يسامحك يا عباس. جمال الله يرضى عليك، روح دور عليه بالطاولة، بركي يكون هون ولا هون ولا هون. يلا يلا. أهلا وسهلا ست أم عباس، وحياة عينك ما تطلعي من هون إلا مروق. أحلى وأفضل خبرية جاية. تفضل. سوري يا جماعة، بس عباس مر لعندكم شيء؟ بعد ما هرب من الوحش اللي عندكم ما عدنا شفناه. سوري احنا معنا وحوش، طولي بالك. ليش شو صاير؟ ما صاير شيء، ما في اي مشكلة. شو ولا شيء ولا شيء؟ اكيد شغلة كبيرة سارة وما بدكم يانا نعرف. اصلا انت بتعرف انه تشغيل الاولاد شغلة ممنوعة بالقانون؟ جيجي تيك ات ايزي، المعلم سلام بشغله عنا بس ليعيش اهله ولو. اه معك حق، انت قدرة. اوكي تشاو تشاو. جيجي وين معلمتك؟ يعلم العصي على جنابك. عزمت عبد اللطيف على فنجان قهوة. اوف ما إلا بالعادة غريبة، ليش؟ ما بدها تشرحوا مصاري، ما بدها حدا يخبر. الله يعينوا عليها. شو كنا بدنا نعمل لون؟ اشقار ولا نحاسي؟ شو بدي اقول له انا؟ عباس حبيبي بس فهمني كيف الوضع فوق؟ جننتني والله جننتني. لك مين هي اللي جننتها؟ لك امي. لك وانا عشو سألتك؟ انا عم بسألك عن جيجي فوق جارتكم. ايه عرفتها شبه. شو يعني شو وضعها؟ كيف وضعها هي الفترة؟ عم بتشوفها شو؟ لك جاوبني ها، احلى ما كبك من هون. قول تضربوا يا كلكم مثل بعض. قاعدة من راكز بهالبناية. والله شو بدي اقول لك يا استاذ سلام، مو باين فيه، اكل نكار مثل ابوه بالضبط. مرحبا. هلا اهلين تقبليني. كيف خاله؟ شو وينو عباس؟ هلا بيجي. عباس هرب لانه عبير ضربته. لك لك لا شو ضربته؟ نحن ما شفنا غير عباس هربان وعبير لحقته، ما شفنا ضربته. عم تضربي عباس يا عبير؟ والله ما ضربته. هلا انا بمزح معه بالعاده بس انا اليوم ما ضربته ابدا، والله ما مديت ايدي عليه، انا بس سالته سؤالين مو اكثر من هيك. يعني اذا بتحبيه لازم تضربيه؟ ما بكفي هربان من البيت كمان يهرب من هون؟
افتحي سكري سكري افتحي. فتحتي يا ملعوني. من ده؟ يا دكتور ما يصير عليك، انت تخبيني امانه هذه. شو بك يا عباس؟ شو بك فايت هيك؟ عيب عليك. سوري حكيم، اعطيني الولد. خذوا يا اخي خذوا، شو عارفين بتمسك فيه؟ روح لعنده. شرف عباس. ما بدي ما بدي. ولا عباس عيب عليك. شوفي جمال خذوه. شو بك؟ جمال؟ تحكيش ولا حرف؟ تحكيش؟ سوري دكتور. سيد جمال تدخلش. سيد سلام، أني آسف إني عم بتدخل بقصص مالي فيها، بس مش معقول اقتحم العيادة اقتحام يا رجل، ومش ناقص غير يقعد محل المريضة. روق روق يا دكتور، الله وكيلك لسه مو مستاهلة. قرر سلام شباك. لا مستاهلي ومستاهلي ومستاهلي ثلاث مرات. منيح هيك، والثاني بدي يتحول من طبيب أسنان لطبيب شرعي. الولد مضروب ضرب مش طبيعي، والضرب معلم على جنابه. هيك يا عبير؟ سوري. ما هو انت عامل ايه يا عبير؟ أنا؟ أنا؟ لا مو عبير اللي ضربتني، أمي هي اللي ضربتني. يا باري ليش هالسعدان بيربى بدون ضرب؟ ومين قال لك انه السعدين بيضربوها لحتى يربوني مدام؟ ها؟ بعدين سيد سلام، ضرب عن ضرب بيفرق عدم المؤاخذة. ابني وانا حرفي. هيك لكان، ابنك وانت حرفي. شو علي؟ تفضل سيد سلام، حلها بمعرفتك. ابني وانا حرفي، ابني وانا حرفي. ست ام عباس، اذا بتريدي اذا بتريدي دقيقة شوي. بدي اقول لك كلمتين. هذا الولد انا ما بيهون علي حدا يضربه. وبما انه ابنك الله يرضى عليكي، خديه انت وربيه بمعرفتك، اضربيه اضربيه لحتى يرشى. انا الله يرضى عليكي مشاكل ما بدي، قلبي من الحامض لاوي. والله ما حسيت حالي كيف ضربته. يشهد علي ربي من بقى عيدة. طيب ماشي الحال، تفضلي تفضلي يعني. العباس تعال شوف، بوس ايد امك واستسمحها، واوعى تغلط معها مره ثانيه، والا بقيمك فجاه من كعب التسم. عم تسمع؟ حاضر. يلا بوسي ايدك. طيب بخلي لي اياك يا قلبي، محبتي لك يا قلبي. بتقبل اسمع كنت عمو ايه؟ لا تنسى. ام عباس يا ريت تاخذي هدول مني لو سمحتي. اشتري فيهم بطانيات، لانه البطانيات اللي كان متغطي فيها رح تحرقونها بيها. يسلموا ايديك يا رب، كتر خيركم. آخ يا أرواخ، شو بيكون شعورك لو كنتي بمحلي وانتي حاسة انه إليك صغولة وجولة، فجأة هيك تقلبي قد النملة؟ ليش انتي شو بيكون شعورك لو كنتي انتي محلي وجوزك واحد مثل يزن؟ هلا شو بدي فيكي انتي؟ يا الله، عن جد اعتبري حالك هيك مثل ما أنا بعتبر حالي، جوهرة وفقدت بريقة وصرتي قد الكمشة. شو بتحسي؟ شو بيكون شعورك؟ انت شو بيكون شعورك لو كان عندك جوز حضوره غم وغيابه هم؟ ولك تضربي انت وجوزك؟ تضربي انت وعباس. خارج التغطية طبعا رح تكون خارج التغطية، بعد اللي صار رح تضل خارج التغطية. أهلين عمو. بدك لا تواخذيني يا بنتي، لأنه ست أجسام وجوزها ما أدري شو معنا. لا ولا يهمك. شو يزن منو هون؟ لا مو هون، بس عادي تفضلوا. إيه عادي يلا. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. هاي هاي. مرحبا. أهلا وسهلا. يا أهلين ويا سهلين. عبير يا بنتي غالي علينا، وما ممكن تضرب نهائياً عباس. بالعكس بالعكس، أنا لأني بحبه اهتميت فيه، يعني بجوز بالغت شوي من باب قطع الشك باليقين، بس يعني قلت لحالي بركي الولد غلطان. بس أنتوا مدري شو صار لكم، انبحثتوا علي كل هياتكم وحسستوني هيك بشغلات أنا ما بحب أني حس فيها، حسستوني أنه كل هياتكم غلط وأنا الوحيدة اللي صح. وشو للزوم هالمحاضرة يعني؟ حلينا يا هلو.
أنا ما راح أحكيك شيء هلا، لأنه الكلام اللي بدي أحكيك إياه بتعرفي كله. يلا خلونا نمشي يوم. والله ما بتروحوا لتشربوا قهوي، ما بصير. أهلا ميزة. أهلا وسهلا. جيراننا اخي نزار. مرحبا. وين صار لي؟ مو هون، ما بعرف وين راح. طيب انا بس بدي فوت على الحمام هسه شوي، من بعد اذنكم. تفضل خذ راحتك. يلا على اذنكم. هلا اثبت لي انه عن جد بتحبني. ما حدا حاسس فيك قدي. اصيل اصيل يا نزار. والله انا مظلوم بهذا المجتمع. بعرف بعرف، وش هاي لك طعم كبير. بس يا زون الله يوفقك لا تجيب سيرة لأختي إني قلت لك، لأنه هي ما بتأدرك إنه أنا عم بعمل هذا الشيء لمصلحتها. لأنه هي إدراكها محدود. من جد بتفهم؟ أنا كنت بدي أقول لك نفس المعلومة. طيب بدك شيء قبل ما أسكر بوشك؟ طبعا بدي أقول لك يا زن، دير بالك على أختي لأنه هي أختي من لحمي ودمي، وما لحدا بالدنيا غيري من بعد أبي. طيب طيب خلاص، رح نتساعد لحتى ننقذها من سوء الجمعة اللي فتحه أبي علينا بالطابق. أكل معلم. أكلك أبو ملعون إن شاء الله. بيمون معلم. على فكرة طلعت أنا مو مجنون، أنا مو مجنون، وأنا بورجيك يا أروع. هون مالي مصلحة. لذلك يا ابني هالدنيا صعبة كتير، فيها ناس بتحب وناس بتكره، واللي بحب ما بيقدر ما يعطي، واللي بيكره ما بيقدر ما ياخد. لأنه يا إلهي يا إلهي شو هذا؟ الحمد لله على السلامة. أهلين يا زار. ليك ابني، نحن افتكرناك هون. على كل كان في مشكلة صغيرة وحليناها، مش الحال. عادي عادي عادي، بس إن شاء الله المشكلة ما تكبر، لأنه المشاكل طول عمرها بتبلش صغيرة وبتكبر. تلميح واضح وصريح. ايه فهمت عليك دكتور. خلاص لا اكيد ما راح تكبر يا ابني، هو كان في مشكله مشان عبيره انحلت. عمو؟ شو عمو؟ الناس كلها سمعت بالمشكله، وجارنا يزن لازم يعرف فيها، والا نحن ليش جايين لعنده لهون؟ ما في داعي، بما انه مرتي المصونه بتعرف، ما في داعي. حبيبي كان في مشكله صايره مع عبير، طلعوا يحلوها هون عندي، لانه عبير اجت حردت هون بالبيت وضيفناهم قهوه. بتشرب قهوه؟ ما بدي. نحن كنا هلا ماشيين فورا. تفضلي تفضلي رحمه. قاعدين يا جماعه، مو حلوه تروحوا بعد ما يجي صاحب البيت، ولا شو رايك يا اروى؟ يا بنت الاصول، يا مؤدبه يا موجبه. لك ست المحبس بنص وشه، تشقوا نصين وتخلصنا. شو هالحكي يا يزن؟ هذا عيب. لا يا عمو، ليش نحن شو حكينا غلط؟ ولا شو رايك يا دكتور عماد؟ شو غلطنا نحن؟ عفوا انت بالكلام ما غلطت، بس بالمقصد العلم عند الله. ايه والعلم عند الله. قديشني هلا مبسوط ومسرور الحقيقه، والعلم عند الله قديشني محظوظ. محظوظ فيك يا حبيبتي، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، طلعتي حلاله مشاكل. هلا صار فيني يعني اطلع برات بيتي وانا مرتاح ومطمن، انا عرفان تماما مين تارك بالبيت. ولا شو رايك يا استاذ جمال؟ احكي لك شي كلمه. انا مالي علاقه، أنا جيت لأنه عبير صديقتي، وبناءً على طلب السيد عمو سلام. طبعاً طبعاً متمون عمو سلام متمون، ولا ما هيك يا مدام؟ خلصنا بقى إيزان، خلصنا! ماشي ماشي ابني ماشي، نحن رح نمشي هلا، يلا خلونا نمشي يلا. والله
والله وقعت بالمصيده والله يا عديمه الحس يا عديمه المسؤوليه. على فكره الاخلاق اهم من الجمال. لك طول بالك يا صهر. خلاص اوكي. لا تواخذونا يا جيران، ما قدرت اطلع بوداعكم لانه في مشكله عائليه انتم ما لكم علاقه فيها بنوب، وانا لازم حلها قبل ما تكبر، وانتم سيد العارفين. خذ راحتك خذ راحتك خيي. يزن شلون اجى لهون بهالسرعة؟ بالصدفة اختي بالصدفة. ماشي يا يزن ماشي. طولي بالك، الك علي لاخذ لك حقك منه، شو ما عندك اهل انت مين فكر حاله هذا؟ يلا قوم قوم خلينا نروح على البيت قوم. لا يا حبيبتي شو تروحي على البيت؟ امك وابوك بيطلقوا اذا رحتي حرمتي عنا. استنى خليني اروح انا زبط لك الجو وبجي باخذك من عند المفتري. طيب ماشي انا رح استناك. استني جايك. يا حرام يا حرام منظره شلون صار. ايش اشتهيت امسكه والزقه بهالحيط وامسك شاكوش ومسمار بولاده وبخش له اذنه. والله يا عمو بخشتينا ادنينا نحن. ايه من اهري من اهري على اساس يتحول للاحسن. بس للاسف تحول للأسوأ واحرجنا كلياتنا قدام الناس. الله يسامحه. بس الله لا يسامحه لاني انا ما انحرجت بنوب. طبعا ما راح تنحرج لانك انت السبب. قول انه انا السبب كمان لتكون خجلان. لا ماني خجلان فيني اقول، بس اللي فيه مسلي سوري تنخزو. ازعجناك سوري. عم تقلدني عم تقلدني سوري. شبك تقليعة يزن ما عم تروح من بالي. ايه كلكم هيك اصلا. اه مزبوط، بس انت تحديدا مو مثل أروى. أروى بتفهم ويزن ما بيفهم. بس أروى رهفة ولطيفة ويزن سلال من تحت لتحت، وهي بتحسب الكلمة قبل ما تتبوجق فيها وتحكيها، وهو دب. هي زنبقة. زنبقة. أنا خايفة إذا ضليت عندها تعديني وصير مصلحجية مثلها. لك أنا خايفة أنسى مصلحتي مصلحة الكوفرة. لكان لك هي ما بتعرف تنطف حواجبها لتلف الشعر للعالم مثل ما عم قلك. يلا يلا باي اجوني عالم. باي باي باي. يا اهلا وسهلا. تفضلي شرفتينا. اهلين فيك. كيفك هاللولة؟ يا اهلين. انت شو عم تساوي حالك؟ كل مالك عم تحلي وعم تصغري. ولي على هاللسان اذا ما بيطالع الحي من وكره. شو بدنا نساوي، ليس ولا بيوي؟ ما بعرف. ليس ليس. ايه يلا على السريع. لسه ما خطبتي؟ لا حبيبتي مالي مستعجله. ايوه كوني مثل انسان، فتحي مخك خلي مخك صاحي. ايه قلتي لي. المهم شو بدنا نسمع؟ حطي لي ميوزك فرنسي. فرنسيل تيلي. أغاني الكراجات كتير علي. لحظة. يا عيني. خليك شوي هيك وجه. شبك انت شو بدك؟ ليك يا زلمة انت قلتها، كل شي ببلش صغير وبعدين بيكبر. اسمع انا في وراي اهل ما بيسكتوا عالضيم. اهل؟ اهل شو اللي عم تحكي عنه؟ خلي الطابة مستورة يا بنت مديحة. سمعت شو حكى عندكم؟ لا ما سمعت شي. ما سمعت؟ طيب ماشي شو صار معك؟ بشو؟ لك شلون بشو؟ صار لي ساعتين عم بستناك مشان تيجي وتاخذني على البيت. وليش لحتى اخذك على البيت؟ نزار جنني، بدي احس انه في وراي اهل مو راميني رمية الكلاب. بعدين انا كم مره بدي اتصل فيك، رحت حملت حالك وهربت مثل الحردون. ولك يا اختي لسه ما نسيتي.
لك شلون بدي انسى؟ شلون بدي انسى بعد ما اكلت بدله ومسحت فيه الاراضي قدام كل العالم؟ اختي شو بدك بالعالم؟ طيب نزار الله يوفقك الله يخليك، بس خلوني احرد يومين يومين بل ما يطمح فيني اكثر. ولك اختي والله انا احب على قلبي تجي تحردي عندي الدهر كله، بس ابوكي ابوكي ما بيرضى. الا اذا بتطلع من بيت جوزك وش على القبر لك سودت وشي يا هليله الترباي. سمعتي؟ على اساس هذا شو؟ هذا مو قبر. طيب حاكي انت. ولي ما بقدر. طيب ليكي حاكي امك، ابوكي فارض عليها 22 ساعة نوم، لانه بتعرفي من مبدأ نوم الظالمين عبادة، بيني وبينك معه حق. طيب وانا هلا شو بعمل؟ اختي ببوس ايديكم اعتقوني اتركوني، بدي افكر بمستقبلي، حرام عليكم كل رفقاتي اللي من جيلي صاروا وتصوروا الا انا ولا شيء لك ولا شيء، انا نكيره. نزار نزار لا تبكي، انا ما حدا حاسس فيني يا اروى، ما حدا حاسس فيني، انا مقيد مقيد. والله انا حاسه فيك يا اخي، بس روق وطول بالك وشوف الجانب المشرق من الحياه على قولة عمو سلام. ابوكي حط لي نظارات سودا على عيوني ولزقهم بقلتكو، وكل ما اجي بدي شيلهم كاني عم شيل قطعه من جسمي. اروى اذا بقول لك شغله بتضل بيني وبينك، انا مليا عم فكر بالانتحار. يبعث لي حم عليك، يبعث لي 600 حم عليك، تقبرني طويل بالك وتطلع على الجانب الايجابي، على النصف الملآن من الكأس، كمان على قولة عمو سلام. اروى انت مو بس اختي، انت حياتي كلها، حياتي كلها. أروى في مجال تحولي لي 400 وحدة على موبايلي ضروري. ألف ألف يا حبيبي أنت ألف. ماما خلص يا حبيبتي خلص. إيه بعرف بعرف ومتأكدة إنه صدر البيت إلي والعتبة إلكم. إيه يا حبيبي لا لا خلص أنت لا تعذبي حالك يا حبيبتي. لا هلا تأخر الوقت، إذا مو اليوم بكرة. طيب ماما انت هون شو بدك؟ حبيبتي بس بدي اياك هيك تقدري موقفي، انا الحقيقه بعرف يعني متسرع ومتهور ومتعجرف، بس يعني دغري بروق وبرجع على ان شاء الله. سامحني خلص لك كبري القصه. والله الموضوع طلع من ايدي وصارت الشغله عند بابا. يعني خلص يعني خلص يعني امتى ناوي تحردي؟ اذا مو اليوم بكره على ابعد تقدير. حبيبتي ما في سماح؟ لا ما في سماح، وحمل حالك وروح احراد بأوضتك. ما رح اروح على اوضتي وما رح احراد وما رح اطلع، وبدي اطلع فوق كمان وطالع برا شم هوا. نزار نزار هلا بدي اروح على البيت، انا هلا بدي اروح على البيت. أنا آسفة مشان القهوة بس ما كنت إسبريسو خربانة وأنسام ما عم ترضى تصلحها. ولا يهمك حبيبتي ما تاكلي هم، على سيرة أنسام كيف هي وجوزها؟ يضربوا هن الجوز. ليش ضحكت عليه مثل ما ضحكت على باقي العالم؟ حبيبتي اللي بياخد القردة على ماله بيروح المال وبيبقى القردة على حاله. أيوة. لك أنا ليش عم ساوي لك ليس؟ لك أنت شعرك ليس ما في داعي خلص. شوك يا جيجي؟ طلعي هيك؟ إيه بتطير العقل، ما بدك شيء فرجيني شوية تنكيش. يا عين يا عين جمالك. وك انت الحلوة. لك اهلين بشار. اهلين بيك. اهلين بشار، شو من وين لوين يعني تجاري؟ لك هلا مرها صديقي. صديقي كيف يعني صديقي؟ شرف شو بتحب تشربه؟ انا اذا سمحت اثنين شاي واحد قهوه.
ليش جاي معك حدا ثالث بس؟ لا واحد شاي واحد قهوه معي. تكرمين. يا اهلا وسهلا فيك. كيف يعني صديقي؟ وصلتني مرتين ثلاثة صرت صديقك. شو مرتين ثلاثة؟ أكثر من 10 مرات موصلك، بعدين شو نسياني معبي لك الخزان كم مرة؟ وكم مرة معبي لك بنزين؟ بعدين يا زول لولا معرفتك ما كنا اهتدينا ل اهتديت لشو؟ اهتديت لشو؟ لمعرفتك. بتعرف؟ أنت أحسن إنسان تعرفت عليه بهالدنيا. على القليلة أنت الوحيد اللي ما أذيتني. بالعكس أنا بنفعك كتير. خبرني أنت ليش مهمو؟ شو صاير معك؟ قال يعني ما بتعرف؟ لا والله ما بعرف. خبرني شو في؟ ما بدي أحكي خلص. لك بالله أحكي لي يا رجل. أنت زلمة مسكر، أنا زلمة مفتح بالحياة وبعرف وشايف، بس فهمني شو صاير معك. طيب خلص ماشي، راح أحكي لك القصة وأنت بتحكم. هات لنشوف. افتح أذنك. كان أهلا وسهلا. ايه ماما. لك وليه؟ عم تفتحي الخبوشي؟ ولك انا عم علم لك. لك امي هلا بحول لك وحدات. اخوك قال بدك تحردي. ايه والله. ايه بدي احرد لانه خلص. لا ما تحكي لي شيء، اخوك حكى لي كل شيء. طيب ماما ما اشتقتي لي. ولك بشتاق لك لما بتجي انت وجوزك. لك مو عيب عليك تزعلي مني؟ ولك هذا الحيط يلي ساندك. اي والله الحيط رح يوقع علي ويدمرني. قال يسندني. قال ولك خرسي، جوزك ستر وغطى عليكي، في وحده بتزعل من ستره وغطاها؟ اما شو ستر وغطى؟ فعلا ستر وغطى لدرجه انه نصب لي كمين وجمع لي كل العالم على اساس انه مسافر وبهدلني قدامهم. ولك حاج تقرحي بقى، هاد عواد ما تنقعي له رجليه بمي سخنه لما بيرجع تعبان من شغله. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.